هل دبي ناموسا صباحيا موفقا مع هذا الشعار الكبير بقيادة المضمر سيف بن عتيق بن محمد العميمي؟ صباح الخير يا هل دبي، تهانينا والناموس. شوطا جديد انطلق على بركة الله، وأحد زملائي المميزين يتواصل في هذا الشوط المعلق شجاع العتيبي. شكرا مطلق العنزي، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. متابعينا مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان السنوي، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، مع تحديات سن الكبار وانطلاقة شوطنا الثالث للحيل لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ من مسافة 8 كيلومترات. انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات لتزين أرضية هذا الميدان. أتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الأول، من تحتل الصدارة هنا مزون بشعار هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، من يقدم لنا مزون على المركز الأول. المركز الثاني، ثاني الأسماء وثاني التحديات في هذا الانطلاق، انذار الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي، من يراقب لنا انذار مع المركز الثاني. المركز الثالث، هنا التسلل والتغيير من قبل الزبارة بشعار هجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، من يتواصل مع الزبارة على المركز الثاني. المركز الرابع، وصلت أوزان مع رابع الأسماء، هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية يتواصل مع أوزان على المركز الرابع. المركز الخامس، خامس الأسماء، هذه هي سدرة مع المركز الخامس، هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا أوزان وسدرة. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء، للخمسة الشعارات المنطلقة والمندفعة على أرضية هذا الميدان. العودة مباشرة إلى المركز الأول، العودة إلى الزبارة، من غيرت مع المركز الأول بشعار هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، من يتواصل مع الزبارة في هذه اللحظات. المركز الثاني، الوصول والقدوم من قبل مزون بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يراقب لنا مزون مع المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات، وصلت أوزان مع المركز الثالث، هجن الشحانية والمشاغب محمد بن خالد العطية، المشاغب يتواصل مع أوزان في هذه اللحظات مع المركز الثالث. المركز الرابع، الوصول من انذار الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي، من يتواصل مع هذا الشعار ومع انطلاق انذار مع المركز الرابع مع ابناء الامارات العربية المتحدة. مرحبا بالجميع، مرحبا بجميع المشاركين، مرحبا بجميع الحاضرين على ارضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الجميع. المركز الخامس سدرة، هجن الشحانية
مع المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا سدره في هذه اللحظات مع خامس الأسماء. إذن متابعينا مشاهدين الكرام، لا جديد على هذه الأسماء، لا جديد على هذه الشعارات. العودة مباشرة إلى الزبارة، الزبارة لا زالت متحكمة بهذا الانطلاق الكبير. هجن الشحانية وسالم بن فاران المري الذهبي يتواصل مع الزبارة، واندفاع الزبارة وانطلاق الزبارة يبحث عن النقطة الثانية لهذا الشعار الكبير، لهذا الشعار الخطير، لهذا الشعار العنابي. المركز الثاني مزون، هجن العاصفة وغياث الهلالي. العاصفة وهجنها تقدم لنا مزون مع المركز الثاني وغياث الهلالي. من يراقب لنا مزون مع المركز الثاني؟ المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات أوزان، هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا أوزان مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من انذار، من غيرت مع ثالث الأسماء، الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان بقيادة سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي يقدم لنا انذار مع المركز الرابع. المركز الخامس سدرة مع خامس الأسماء، هجن الشحانية المشاغب محمد بن خالد العطية. وصلت الأسماء ووصلت الشعارات في هذه اللحظات، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الزبارة. الزبارة لا زالت مع أول الأسماء، مع أول التحديات. هجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا الزبارة مع هذا الاندفاع الكبير والمميز. المركز الثاني مزون، هجن العاصفة وغياث الهلالي مقدما لنا مزون مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من أوزان، أوزان تحضر مع ثالث الأسماء، هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية يراقب لنا أوزان مع ثالث الأسماء. المركز الرابع انذار، الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي يقدم لنا انذار مع المركز الرابع. المركز الخامس هذه هي بروق مع المركز الخامس، هجن سيح السلم سيف بن عتيق بن محمد العميمي، من يقدم لنا بروق مع المركز الخامس بشعار هجن سيح السلم. الحاضر مع بروق، الحاضر مع اندفاع بروق مع المركز الخامس. وايضا الوصول من براق، ايضا شعار هجن سيح السلم بقيادة سعيد بن محمد بن سعيد المهيري. ولكن اعود مباشرة الى الزبارة، اعود مباشرة الى الزبارة واندفاع الزبارة على اول الاسماء. الزبارة مع اول التحديات، هجن الشحانية وسالم بن فاران المري ينطلق، الذهبي مع الزبارة ومع اندفاع الزبارة وانطلاقها على اول الاسماء. المركز الثاني هجن العاصفة تحاول، هجن العاصفة تحاول مع مزون مع المركز الثاني. هجن العاصفة وغياث الهلالي يراقب مزون مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع انذار، الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، سعيد بن مبروك بن سالم الوهيبي يمقدم لنا انذار مع المركز الثالث. المركز الرابع وصلت أوزان، أوزان مع رابع
الأسماء، هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد. العطية يقدم لنا أوزان مع المركز الرابع. خامس الأسماء بروق، هجن سيح السلم، سيب بن عتيق بن محمد العميمي ينطلق مع بروق في هذه اللحظات مع المركز الخامس. ولكن الزبارة، الزبارة ومزون، الزبارة ومزون وأوزان مع المركز الأول والثاني والثالث والرابع انذار والخامس بروق. هجن الشحانية وهجن العاصفة وهجن الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وهجن سيح السلم. ولكن الزبارة، الزبارة مع أول الأسماء مع أول التحديات. هجن الشحانية الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن مزون غيرت، مزون انطلقت، مزون هجن العاصفة بقيادة غياث، غياث الهلالي يقدم لنا مزون مع المركز الأول. المركز الثاني الزبارة، هجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري. ولكن مرحبا بأوزان، مرحبا بأوزان، مرحبا بهذا الوصول، مرحبا بهذا القدوم، مرحبا براعية الإنجازات، مرحبا براعية البطولة الحاضرة هنا. أوزان، 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 هجن الشحانية الكيلو الأخير، الكيلو الخطير ما بين شعار العنابي وما بين شعار هجن العاصفة. مزون وأوزان، مزون وأوزان، هجن العاصفة وهجن الشحانية، غياث والمشاغب، غياث والمشاغب، هجن الشحانية مع أوزان، مع أوزان ومزون هجن العاصفة، هجن العاصفة مع مزون، مزون، مزون هجن العاصفة مع غياث الهلالي، غياث الهلالي مقدما لنا مزون واندفاع مزون مع الأمتار الأخيرة. انطلقت مزون، انطلقت مزون بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي. انطلق، انطلق شعار هجن العاصفة، هجن العاصفة وهجن الشحانية. أوزان ومزون، أوزان ومزون، أوزان، أوزان تحاول ولكن مزون. انطلقت مزون، انطلقت مزون، هجن العاصفة، هجن العاصفة وغياث الهلالي. سلام إلى هجن العاصفة، سلام، 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 سلام إلى غياث الهلالي من قدم لنا مزون بهذا الشعار العملاق. والكبير تهانينا وألف مبروك لهجن العاصفة على انتزاع مزون لناموس هذا الشوط. المركز الثاني أوزان، هجن الشحانية المركز الثالث، كانت شبا، هجن الشحانية المركز الرابع، هتاشة، هجن العاصفة المركز الخامس، كانت بروق، هجن سيح السلم. تهانينا وألف مبروك إلى هجن العاصفة على انتزاع مزون لناموس هذا الشوط بقيادة غياث الهلالي من قدم لنا مزون بهذا الأداء الكبير والمميز. التوقيت الزمني 12 دقيقة 29 ثانية 64 جزء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني كانت أوزان، هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. 12 دقيقة 31 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا. والناموس المركز الثالث كانت شبا، هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. 12 دقيقة 37 ثانية 34 جزء من الثانية. تهانينا. والناموس لجميع الفائزين. على بركة الله ينطلق شوطنا الرابع، والزميل المميز دائما وأبدا بسام الشمري.